مي، انتي لما بتردي على التليفون بتخني صوتك بتقصدي؟ ساعات بتعملي تتويه كده للناس اللي بتكلمك في التليفون؟ يعني مثلا في فنانين بيعملوا كده كتير، أصالة مثلا كانت تعمل صوت بيبي، يعني بنت صغيرة طفلة. مي كساب بتخني صوتك؟ لا زمان وانا اول ما ابتديت اشتغل اه كنت بتخن في صوتي، بس مش عشان اعمل صوت تاني، عشان ما يبقاش صوتي انثوي. يعني طيب شيخ الحارة عارف انت بتعملي كده ليه؟ عايز يقولك. اتفضل يا شيخ الحارة. انت بتعملي كده بعد ما حد كلمك في التليفون، راجل كلمك وشتمك وقالك انت صوتك محسوب، من ساعتها قررتي تعملي نفسك راجل، صوتك في التليفون يبقى صوت راجل. انا ينفع كده شيخ الحرم؟ الكلام ده حقيقي؟ عشان انت كذاب مشيتي الراجل ده. معايا في السكة بتاعتي دي، سكة تانية. حد قالك صوتك محسوك؟ مش محاسبك، ما قاليش كده. مال قال لي صوتك فيه بحة حلوة قوي، اه فانا كنت بيعاكس يعني يا فانا مي. عيطت، اه عيطت زي العيال بالظبط. ومن اليوم ده اه قررت، عشان قالك صوتك فيه بحة. قررت ان انا لازم هتخن صوتي، ولو ايوه ايه اه نعم حاضر ماشي كده ابتديت انتي اتكلم كده. بتتكلمي كده. ده كانت ابتديت كتير قوي لحد ما يعني طب ورينا كده، ردي ترن ترن. ايوه ايه مساء الخير، مساء النور، عامل ايه؟ الفنانة مي كساب معايا. مين معايا؟ أنا محمدين. ده في محمدين عسل كده. لا والله قعدت فترة كبيرة بجد متعقدة، أي اللي هو بجد ايه ده؟ هو انا زي البنات المايعة اللي بتتكلم في التليفون دي؟ لا انا لازم اتخن صوتي. ابتديت كده بقى، لان انا بجد كنت بتضايق جدا اصلا، آه بتريق على البنات اللي آه تبقى صوتها مع بتحمي نفسك. بحمي نفسي طبعا. طيب